باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم إخوة في الحلقة رقم ثلاثة في موضوع الصليب أحشاء رحمة إلهنا الكلمة اللي قالها زكريا الكاهن بيتنبأ عن ابن يوحنا المعمدان وبيتنبأ على محبة الله المعلنة لخلاص الإنسان اللي أكملها السيد المسيح على الصليب خدنا المرة في الحلقة الأولى زي الصليب هو إعلان محبة الله لي خدنا في الحلقة الثانية آلام المسيح الصورة مجمعة على بعض صورة كلها قلت لك هناخد بعد كده الأسباب اللي حصل ده بيحصل ليه في المسيح موقف شغل نفسي شغلني كتير أوي زمان وأنا صغير إيه لماذا كل هذه الآلام كان المسيح جاي عشان يفدينا أو يحمل عقوبة خطايانا أو يموت لأجلنا طب لماذا كل هذه الآلام المصاحبة للصليب المصاحبة للموت أحد هذه المعاني العميقة جدا لما تربط أحداث الصليب بذبائح العهد القديم عشان تعرف إيه اللي ربنا بيقدمه لك وبيقدمه لي من خلال الصليب وكمقدمة عايز أسألك شوية أسئلة كده عمرك في يوم حسيت أن ربنا غضبان عليك عمرك في يوم حسيت انك مرفوض من ربنا انك بتحاول تخبط على باب والباب ده هو مقفول باب الله والباب مقفول ربنا مش عايزك عمرك حسيت انه خايف من انك تقترب من الله او تواجهه عمرك ما جي على بالك رعب يوم الوفاة <applause> لكونه لقاء مع الله لو الأفكار دي موجودة وهي بالتأكيد موجودة معناها إن إحنا لسه مش فاهمين إيه اللي عمله المسيح عشاننا ليه بقول بالتأكيد موجودة لأن هذه حرب إبليس إزاي يحاول يشغل أذهاننا بعيد عن فكر المسيح المخلص في العهد القديم في سفر اللويين كان في خمس أنواع من الذبائح الذبائح متكررة ومتنوعة لأن مفيش واحدة فيهم قدرت تعبر عن كل بركات، كل عطايا، كل غنى النعمة، كل غنى الرحمة اللي المسيح بيقدمه لنا في الصليب. بداية ذبيحة المحرقة ودي اللي هناخدها النهاردة. ثم تقدمة القربان هناخدها معانا النهاردة برضو ثم ذبيحة السلامة، ثم ذبيحة الخطية، وذبيحة الاسم. كل واحدة فيهم بتعبر عن جانب ما. من حياه السيد المسيح المخلص. وبولس الرسول ربط مباشره بين الذبائح وبين الصليب. يقول انه لا يمكن اصحاح عشر عدد اربعه، لا يمكن ان دم سيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحه وقربان لم ترد ولكن خلي بالك بقى بدل الذبيحه وبدل القربان هيات لي جسدا بذبيحه وقربان لم ترد ولكن بدل الذبيحه وبدل القربان هيات لي جسدا يبقى اذن الجسد ده بتاع المسيح هو يعبر عن كل ذبائح العهد القديم اللي كانت بترمز اليه ويكمل عدد سته بمحرقات يبقى اذن ذبيحه المحرقه وذبائح للخطيه إذن ذبيحة الخطية لم تسر ثم قلت ها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوبا عني لأفعل مشيئتك يا الله يبقى إذن المسيح في طاعة للآب بيعبر عن جانب ما في هذه الذبائح ها أنا ذا أجيء مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله إذ يقول آنفاً أنك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها. ذبيحة وقربان ومحرقات وذبيحة للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس مش معناها مرفوضة معناها كلها مش كاملة لأنه زي ما ابتدى الكلام لا يمكن أن دم يوسف وعجول في حد ذاته يرفع خطايا. ازاي دم تيس يغفر خطيتي ازاي؟ لكن لكونه رمز للمسيح زي ما هنشوف في الحلقات اللي احنا فيها دلوقتي. آه عدد تسعه ثم قالها أنزع اجي لافعل مشيئتك يا الله ينزع العهد القديم لكي يثبت العهد الجديد. ثم الايه القويه اللي هتاخدنا دايركتلي كده مره واحده لتقدمه ذبيحه المحرقة في لوين واحد بهذه المشيئة بمشيئة تقديم الله نفسه لأفعل مشيئتك يا الله في طاعة كاملة للآب تقديم نفسه ذبيحة حب في طاعة كاملة بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة نحن مقدسون مش أنا مرفوض ومش أنا إيه في خصومة بيني وبين الله إني مور ومش ربنا غضبان عليا ومازال غضبه موجود ده المسيح اتصلب فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع إيه تعالوا يا إخوة أيضا في عبرانيين خمسة إيه أصحاح خمسة والعدد هبتدي من عدد خمسة أيضا كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة المسيح رئيس كهنة بيقدم الذبائح بس هنا بيقدم ذبيحة نفسه الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك يعني هو الابن الوحيد الذي به سررت كما يقول في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق اسمع معايا بقى واستعجب هذا الابن الوحيد المحبوب الذي به سررت اللي هو كاهن إلى الأبد على الطريقة اللي رمز إليها ملكي صادق إن جيب خبز وخمر رمز لجسد ودم المسيح هذا المسيح الابن الوحيد في أيام جسده عدد سبعة قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تالم به، هانذا مكتوب عني في درج الكتاب اجيء لاصنع مشيئتك يا الله تعلم الطاعه مما تالم به واسكمل قال على سبيل قد اكمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي مدعوا من الله رئيس كهنه على رتبه ملكي صادق زي ما الكتاب بيقول الى الابد ايه ايه الايات دي وازاي يتكتب عن السيد المسيح انه قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادة ان يخلصهم من الموت في جانب من ذبيحة الصليب اسمه تقدمة القربان تقدمة القربان دي ربنا قالها رقم واحد في الذبائح في سفر اللويين الأصحاح الواحد لما ربنا ابتدى يقول لموسى العبادة العبادة عبارة عن الذبائح، العبادة عبارة عن تفاعل مع ذبيحة الصليب. أول حاجة ذبيحة المحرقة. هقول المعنى وبعد كده أخش في التفاصيل، المعنى ذبيحة المحرقة دي الشخص يجيبها وتحرق بالكامل على المذبح، هنشوف التفاصيل علشان محرقة وقود رائحة سرور للرب. فاكر الأسئلة اللي قلتها لك؟ ربنا غضبان عليك انت خايف منه المسيح محرقه عني لكي يكون الصليب هو فرح الله بي من يقبل الي لا اخرجه خارجا ايه الدليل ان المسيح هو فرح الله بي لا احد ياتي الى الاب الا بي ايه الدليل ان المسيح هو مدخل الى الله بالصليب صار لنا هبة الدخول إلى النعمة التي نحن فيها مقيمون زي ما بيقولها القديس بولس في روميا تعالوا نشوف الذبيحة دي تفاصيلها وتعالوا نشوف إزاي نطبقها علينا وإزاي نطبقها على الصليب وإزاي ناخد منها هذه العطية العظيمة جدا اللي ربنا اهتم بيها رقم واحد إنك تقف تصلي الباب مفتوح بينك وبين الله لا يوجد خصومة لا يوجد عداوة بالعكس المسيح خد هذه العداوة وأحرق بالكامل على الصليب مش اتحرق بالفاير بالكبريتا بالآلام النارية بغضب الله علشان يفتح لنا باب السماء يفتح لنا الباب إلى قلب الآب السماوي ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم من البقر والغنم تقربون قرابينكم وبعد كده عدد عشرة لو جاب القربان بتاعه من الغنم والضأن أو الماعز محرقة للرب وبعد كده عدد 14 لو جاب من الطير يعني حتى أفقر واحد مدعو أنه ياخد البركة ياخد النعمة انه ربنا قبله حتى لو يجيب طير زي ما الكتاب بيقولها في لويين واحد عدد 14 ايه الذبيحة دي؟ يجيب الذبيحة بتاعته وان كان قربانه محرقة من البقر فذكرًا صحيحًا يقربه صحيحًا يعني بلا عيب وذكر طبعًا لأن السيد المسيح جه رجل لأنه رئيس كهنة أعظم بيقدم ذاته ذبيحه محرقه زي ما هنشوف الى باب خيمه الاجتماع عايز يدخل يجيبه الى الباب الخيمه عشان يتفتح ليه باب الدخول يقدمه للرضا عنه امام الرب عشان كده ابتديت سؤالي في الحلقه ربنا راضي عليك تقول لي ايوه عشان الصليب مش ايوه عشاني صحيح انا عليا دور زي ما هنشوف في بقيه الذبائح لكن الرضا موجود وعشان ربنا راضي عني وعشان ربنا فتح لي الباب انا بقدم توبة وبجيب بقية الذبائح زي ما هنشوفها تباعا في السلسلة بتاعت اللويين واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ايه المعنى؟ المعنى مش انا بتوب لعل ربنا يقبلني مش انا بصلي لعل ربنا يفتح بابه ده العكس يا ابني ده لان ربنا فتح الباب فانا مكسوف بخجل خطيتي جاي لهذا الباب اللي المسيح فتحه زي ما القسمة بتقول ها نحن جئنا بالخجل بتاعنا قارعين باب التعطف هب لنا يا غنيا بالمراحم الشفاء من كنوز ادويتك باب العطف ده يبقى باب مفتوح لما هو باب العطف زي ما الكتاب بيقول نتقدم بثقه إلى عرش النعمة إيه لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه يضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه يرضى على الشخص للتكفير عنه يتكفر كفوراه كفر بالإنجليزي غطى يتغطى برضا, برضا الآب عن زبيحة المحرقة أقولها في حياتي برضا الآب عن زبيحة الصليب فبالتالي أنا مداري في ذبيحة الصليب لكي أكون مقبول أمام الله ويذبح العجل أمام الرب المسيح قدم دمه لله زي ما بقولها بولس الرسول دم إذا كان دم متيوس وعجول قادر أن يطهر إلى طهارة الجسد كان بالأولى يكون دم المسيح الذي بروح أزلي كان في فكرة الله منذ الأزل قدم نفسه المسيح الكاهن والمسيح الذبيحة قدم نفسه لله بلا عيب ذبيحة بلا عيب والدم طاهر نقي فبالتالي يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. ويذبح العجل يذبح العجل أمام الرب ويقرب بني هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا حول المذبح ليه؟ لأن دم لخلاص العالم كله. هكذا احب الله العالم كله زي ما بنقولها في صلاه الاجبيه داعي الكل الى الخلاص هي دي الدعوه لكن الفائده تتوقف على الاستجابه داعي الكل الى الخلاص لاجل موعد بالخيرات المنتظره هل الكل خلصوا؟ هكذا احب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به مش الكل يخلصه اللي يؤمنوا به هم اللي يخلصوا، اللي يصدقوا الصوت هم اللي يخلصوا، اللي يطيعوا الدعوه، اللي يؤمنوا، اللي يمارسوا اسرار الكنيسه، اللي يعيشوا حياه طاعه الوصيه، هم دولت اللي يستفيدوا من من الرضا المقدم اليهم بذبيحه الصليب اللي المسيح اكملها كذبيحه محرقه عني. ويرشون الدم مستديرا لدى باب خيمه الاجتماع. مستديرا على المسبح لدى باب خيمة الاجتماع وقلت لك ليه لدى الباب عشان الدم ده هو اللي حيفتح الباب للدخول إلى الأقداس أنا دايما أقول يا إخوة دايما أقول اللوحة بتاعة عبرانيين عشرة آه، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بثقة مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي ملاحظين بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة زي ما بيقولها بولس في عبرانيين عشرة كده كويس لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع في كل كنيسة إبطية تلاقي الصليب فوق حامل الأيقونات فوق أيقونة العشاء الرباني فوق ال الستر الاحمر اللي بيغطي مدخل الهيكل الاوسط علشان كل مره تشوف المنظر ده تقول المسيح اللي على الصليب هو نفسه المسيح اللي قدم جسده ودمه على مائده العشاء الرباني هو المسيح اللي شق الحجاب اول حاجه حصلت بعد موت المسيح على الصليب اذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل من فوق يعني ربنا اللي شقه ولما الحجاب يتشق يعمل طريق يعمل مدخل حديث برغم ليه ألفين سنه لكنه فوق الزمن حاجه سرمديه منذ الازل والى الابد دم المسيح اللي بروح ازلي قدم نفسه والى الابد حمل قائم كانه مذبوح زي ما شافها في سفر الرؤيا آه لكي طريقا حديثا حيا كرسه لنا بالحجاب اللي كان مقفول اللي اتشق بموت المسيح على الصليب، كرسه لنا بالحجاب اي جسده والمسيح عمل الذبيحه المحرقه دي بكونه كاهن عظيم على بيت الله. الحجاب اتشق معناها الخصومه انتهت. الحجاب اتشق معناها الطريق اتفتح معناها ربنا راضي عليك معناها من يقبل الي مش ممكن يطلع بره لان الباب اصلا انا فتحته بدمي زي ما السيد المسيح هنا بيقول ويسلخ المحرقه ويقطعها الى قطعها طب ما دام كله هيتحرق طب ما ليه يعمل كده ويجعل بني هارون نارا على المذبح ويرتبون حطب على النار ويرتب بني هارون القطع مع الراس والشحم اللي فوق الحطب الذي ايه على النار التي على المذبح. طب ما دام كله هيتحرق ليه يسلخوها ويقطعوها ويرجعوا تاني يرتبوها ويحطوها فوق المذبح. واما أحشاء واكارعه فيغسلها بماء ثم يحطها برضه على المذبح ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقه وقود رائحه سرور للرب. ايه يقطعها القطاحة ويغسلها ده رمز المسيح اللي فحص في اعماقه امام الاب فوجد نقي وبلا عيب عشان كده قلت لك ها انا أجيء في درج الكتاب من رساله بولس الرسول للأبرانين اللي قريناها في الاول مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله هذا المسيح القدوس اللي بلا خطيه بيرد على عصيان ادم اللي عصى ربنا في جنه عدن بطاعة كاملة فبالتالي الخصومة اللي حصلت بالخطية في سفر التكوين بيصلحها المسيح على الصليب انه بيفتح لنا الباب قلت مرة للناس اكتر من مرة مش مرة ال 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 سفر التكوين يبتدي في الثلاث اصحاحات الاول اجماليا في الاخر ادم وحواء امشوا طلعوا برا في سفر الرؤيا اخر ثلاث اصحاحات اجماليا اللي طلع برا ده يا 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 الروح القدس والعروس اللي هي كنيسة بيقولوا للبني آدم اللي طلع بره ده تعالى ارجع واللي بيسمع الكلمة يطلع يخدم معايا يقول تعال ارجع يقول نفس الكلمة ارجع تعالى الروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياه مجانا اللي اختتم بها الكتاب سفر الرؤيا أصحاح 22 وبين التكوين والرؤيه بين الرفض والقبول يقع ذبيحه المسيح اللي على الصليب اللي بتتكلم عنها كل الاسفار بلا استثناء. كله عهد قديم بالرمز والاشاره وعهد جديد بالتصريح وبالكلام المباشر. ودي محرقه وقود رائحه سرور للرب. الشخص اكل حاجه اللي جاب ذبيحه الكاهن اخذ حاجه اللي جاب ز... اللي قدم ذبيحه لا طب ما لقيت يقطعها ويرصها والاكارع والاحشاء يغسلها ويرصها ويحرقوا كله اه في جانب يا اخوه من الصليب في معنى في الصليب مش بس غفران خطيتي اللي عبرت عنها ذبيحه الاسم والخطيه اللي حنجيلهم بعد كده لكن في جانب بين الاب والابن ان الباب يتفتح ان الخصومه تتصلح ان العداوه القديمه هدمتها ان المسيح يقدم نفسه ببره الشخصي وهو حامل للدينونه علشان يفتح لنا الباب الى قلب الله عشان كده يا اخوه في افسس اصحاح خمسه عدد اثنين يقول الكتاب عن سيد المسيح اسلم نفسه قربانا وذبيحه لله قربانا دي الاصحاح الثاني نفس المعنى بس اذا كان في الاصحاح الاول هو الذبيحه في الاصحاح الثاني هو الكاهن مقدم الذبيحه ايه تقدمه القربان برغم انه دقيق لكن محطوط على المذبح ومعتبره ايضا كانها ذبيحه اذا قدم احد قربان تقدمه الرب من الدقيق ولو كان مخبوز في تنور يبقى فطير دقيق بميه معجون بالزيت ومدهون زيت ولو جابوا من الدقيق يحط عليها زيت ويجعل عليها لبان يعني لازم دقيق وزيت ولبان الزيت رمز الروح القدس والمسيح حبل بيه بالروح القدس عشان كده الرقائق مع الملتوته معجونه في بالزيت دقيق بزيت في لوين اثنين عدد اربعه إيه ولو جابها الدقيق صافي في عدد واحد يحط الدقيق ويحط عليه زيت ولبان لبان معروف في كل الكتاب لبان هو البخور رمز المسيح رئيس الكهنة الأعظم ويأتي الكاهن ملء قبضة يده قبضة الإيد الحجم ده طبيا معروف أنه حجم القلب و ملء قبضة يده من الدقيق والزيت واللبان كل اللبان ويوقد الكاهن الجميع تذكار على المذبح وقود رائحه سرور للرب، والباقي من التقدمه مش شخص الشخص ما ياخدش منه لكن لهارون وبنيه قدس اقداس من وقائد الرب. نفس الشيء لو عملوا مخبوز قلت معجون بالزيت ومدهون بالزيت وياخد يحط على المذبح والباقي انها تقدمه للرب والباقي ياخدو لهارون الكاهن. ايه المعنى؟ المعنى المسيح رئيس الكهنة الأعظم قدم ذاته ذبيحة المسيح رئيس الكهنة الأعظم قدم نفسه ذبيحة محرقة وبطاعة كاملة للآب بنقاء كامل عشان كده دقيق أبيض وكونه رئيس كهنة عشان كده لبان وكونه ممسوح بالروح القدس عشان كده ولد بالروح القدس وحل عليه الروح القدس في المعمودية عشان كده معجون بزيت ومدهون بزيت عشان يقدم ذاته ذبيحة محرقة والذبيحتين دول يقول عنهم الكتاب محرقة وقود رائحة سرور للرب، نفس الكلمة إيه وقود رائحة سرور للرب برغم إن تقدمة القربان قربانه دقيق وزيت ولبان وذبيحة المحرقة ذبيحة لكن هما الاثنين رائحة سرور للرب. المسيح أسر قلب الآب بخلاص نفوس البشرية المسيح فرح ربنا بأنه يصلح الآب مع البشرية بأنه يصلح الله مع البشر إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم في سفر أيوب لما أيوب بيعبر عن الآلام بتاعته ويقول له رب يعني من يضع يده على كلينا في خصومة بيني وبينك في في ألم شديد انا بكتاس فيه في غضب في حاجه مش مظبوطه مين يضع يد على كلينا ويصلحنا ده المسيح اللي على الصليب الانسان والله البر والرحمه العدل والسلام يلتحموا ببعض علشان يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب زي ما الكتاب بيعلم في قصه ذبحه اسحاق مرتين أبونا إبراهيم في الأول طلع مع إسحاق ومع الغلامين بتوعه وشاف الموضع من بعيد على بعد ثلاث أيام فبعد ثلاث أيام من المسيرة فقال للغلامين والدابة أنتوا اقعدوا هنا ما حدش هيجي معانا خالص أنا وإسحاق أنا وإسحاق ابني بس رمز لوجه الصليب أو لمعنى الصليب اللي بين الآب والابن فقط دخل إلى ما وراء الحجاب الموضع اللي ما حدش يقدر يدخل فيه موضع قدس الأقداس فوجد في وجد فداء أبديا، إيه نذهب أنا وإسحاق ابني نذهب ونسجد ثم نرجع إليكما، مرتين بقى الكتاب يقول فذهبا كلاهما معا في سفر الخروج اصحاح 12 عدد 22 لما ربنا بيتكلم على خروف الفصح اللي ذبحه موسى ورش الدم على القائمتين والعتبه العليا وربنا هيمر في منتصف الليل عشان يضرب كل بكر في ارض مصر الدينونه لا يخرج احدكم من باب بيته حتى الصباح عشان في دينونه مرعبه بره محدش يقدر يواجهها او يشوفها و في عدد 42 من نفس الاصحاح هذه الليله للرب وفنا ونفس المعنى تكرر في سفر يشوع مع رحاب رحاب بالمناسبه في كل الكتاب المقدس اسمها رحاب الزانيه ما عدا في متى واحد لما نسبت للمسيح اتشالت كلمه الزانيه وبقت رحاب فقط رحاب دي قبلت الجاسوسين اللي يشوع بعتهم وعطولها علامه إن هي تنجو الحبل القرمزي اللي يرمز للصليب، قال لها تجمعي كل أهل بيتك جوه البيت والبيت متعلم بالدم جوه صليب المسيح، عشان الدينونة بره محدش يقدر يواجهها. إيه عشان كده احنا في يوم جمع الجمعة الكبيرة هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة وده اللي خلى بعد المسيح ما عمل العشاء الرباني وذاهب إلى جسيماني ذاهب إلى الصليب يقول الكتاب عبر وادي قدرون ايه وادي قدرون ده؟ وادي قدرون ليه اسم وادي قدرون وليه اسم وادي يهوشافاط، الوادي ليه اسمين، المجرى بتاع الدم الارض ما تشربش دم ودبايح كل يوم دم مدبوح دم 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 فعملوا مجرى كده الدم ينزل فيه من من جانب المذبح لبره هو ده وادي قدرون المسيح عبره. طب ايه المعنى؟ المسيح عبر الدينونه. إيه قدرون معناها العميق الوادي العميق يهوشافات معناها الله يحكم حكم الله المسيح دخل في غضب الله علشان يعمل الصلح بيننا وبين الله المسيح ذبيحه محرقه لنا فبالتالي الصليب هو فرح الله بي لان المسيح حمل الدينونه حمل الغضب الالهي عني الصليب هو فرح الله الليلة احنا كل مجد وكرامة